and love. 2, 3 meters away. نشوفك مواجها لنابولي في النهائي يا سرقري، وش رايك؟ انا كنت اتمنى ان يكون فريق الزمالك في النهائي، لكن خيب ظني. نابولي يعتبر يعني شبه لهم سهله، لكن لا تسهر. كم تتوقع تنتهي المباراه بينكم وبين نابولي؟ يلا تكون المباراه حلوه بعيده عن الخشونه وبعيده عن تكون المباراه تريح. لابد انتم يعني بعدين تنشروا التوعيه هذه، تخلوها باقيه هنا، ما ابدا تحافظوا عليها. يعني مثلا السنه الواقيه في نفس التاريخ نجي ممكن نعمل نفس الامر. ضروري يكون في تواصل، يعني مش معقول في تواصل، ضروري يكون في تواصل مستمر. ايوه على القديم على ايوه اوكي. يعني ترتيبها تكون يعني ان شاء الله ممكن اذا في دعم بنجي مره ثانيه بنسوي حدث يعني شيء اخطاء شيء يعني بس، لكن الامر نحن مش بدنا، الامر انتم بدكم، انتم اصحاب القريه، انتم اصحاب المكان، انتم تعرفوا انكم هذا بيكون يومين، الاساس يومين، احنا بنحسب يومين. احد اثنين ايوه احد، لا احنا بنعمل احد اثنين. ايوه احد اثنين من منطلق الاحد بيتهم ان احنا نعمل يوم الثلاثاء. اكيد اذا شفنا انه يوم الاحد حضروا كثير بنزيد الاثنين، اذا اثنين زادوا بنعمل الثلاثاء. في مواضيع ثانية غير الإنجليزية. أيوه ساعة إنجليزي بتكون، ساعة محاضرة. خاصة كيف عامل أربعة أساس. أنا كتبت المحاضرة اللي تشتديها. مواضيع أحلام، أنا ما أقصدش أحلام اللي تنام في البيت، لا أحلامك، إيش حلمك تكون في المستقبل؟ كيف تبني حلمك لتوصل للمستقبل أفضل؟ في محاضرة كيف بنعمل في الفريق الرياضي؟ إعداد فكرة، مثلا تسوي أفكار. أنا يعني اختصار للوقت، اختصار للوقت هنا أقول لك من بعد العصر يعني كذا يمكن تقريبا من الساعة السباعيات كم تأخذه؟ لأنه هنا أقول لك الشمس نقولش لعبوا اللعب كثير. أيوة وخصوصا المسألة ساعة ونص، يعني من 4:30 ساعة إنجليزي ساعة ونص طبعا لا سمحت سباعية ما تخلى. نحن إيش نشتيها؟ مباراة كاملة تكون مباراة كلها
كلها حماس كلها فيها عن الجماهير. اقوى الفريقين في غنيه اسمهم ليش الدوري منهم فلاح والزمالك. بيقول شباب الان رياضيين يتناقشوا في الموضوع الرياضي خلاص. الفلاح والزمالك الفلاح والزمالك هذول يلعبوا على الكاس وين اسوي لو هم قدمهم هم 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 المركز الاول المركز الثاني يلعبوا على كاس السلام. اوكي بدل ما نسوي جروب او اللي بس كاس كذا مفروض ايوه السلام كذا كاس واحد خطاب الأشياء كلها تعمل تواصل على الطالب. في استنتاجات، الاستنتاجات هذه على حسب المعطيات. إذا كانت المعطيات صحيحة الاستنتاجات تكون صحيحة، فعالة. إذا كانت المعطيات غلط الاستنتاجات بتكون غلط. الطلاب منهم يصير المجتمع، منهم يصير المجتمع. الطلاب اللبنة الأساسية، طالب العلم هو اللبنة الأساسية في كل مكان. والطفل كما أثبتت الدراسة العلمية كما تكلمنا في المحاضرة السابقة. إلى سن 10 سنوات يستطيع أن يستوعب 20 لغة كاملة بكلماتها ومعانيها كتابة بالقلب. يستطيع أن يعني يدركها إدراك تام 20 لغة. وهذه الدراسة قام بها معهد كاليفورنيا للأبحاث وكانت دراسة ناجحة جدا. وكل الأطفال كانوا من مختلف البلدان مختلف الأعراق والأجناس والخلفيات، بس إنهم أخذوهم من أول ما ولدوا بإذن آبائهم وعملوا عليهم. الدراسة كانت على 50 بنات عيال. المناهج اللي عندنا احنا نستطيع ان احنا نعترف ونقول بانها مناهج بعيدة، ولكن دوري انا كأستاذ كيف انمي المنهج هذا باني اغذي هذا المنهج بتساؤلات. التحضير بيخلي الدرس في الحصة مضاعف. المفروض ان الدرس يصبح مضاعف، يعني بدل ما هو درس صفحتين انا حضرت الدرس كمدرس يكون الدرس 4 صفحات بس ما تكتب صفحتين طبعاً. هذه كان درس في وقت الطالب. مثلاً أنا من الأشياء اللي أذكرها في المدرسة عندنا في القراءة كانت تقريباً خامس قصة مالك الحزين وأندم من الكسعي ويداك وكتر وفوق نفخ. هذه الأشياء كلها أذكرها كحكم في الحياة أفادتني كثير كطالب. تعلمت منها كثير لأن الأستاذ شرحها لنا بأسلوب رواية قصص، فكان الكلمة يعني ما كنا نستوعب إيش معناها يداك أو كتر وفوك نفخ، مش عارف إيش معنى الكلام، بس شرح لنا القصة كلها. القصة موجودة شرحها لنا بتفصيل باللهجة. They cannot take away our schools and our lands. معلم في مدرسة معاد بن جبل في منطقة الدرياي، في معلم مادة الاجتماعيات. طبعاً سأعمل في 21 سبتمبر يوم السلام العالمي على إنجاح هذه الفعالية من خلال الدوري الذي يقام في منطقة الدرياي. وكذلك سنعمل على أخذ مجموعة من الطلاب وأسميهم أنصار البيئة في العمل على أول الحفاظ على الأشياء الموجودة في المدرسة، وكذلك الحفاظ على نظافة المدرسة والبيئة، وكذلك مساعدة الأخوة القائمين الذين عملوا جهدا في هذه المنطقة على إنجاح ما يجري في منطقة الدرقاي، وكذلك إنجاح ما يجري في جميع من المناطق. 21 سبتمبر يوم السلام هو السلام للكل، وليس سلام للمنطقة معينة، وإنما سلام لكل العالم، لكل العالم. نحن في هذا 21 سبتمبر يوم السلام نرفض أي تطرف، نرفض العنف، نرفض أي شيء يتعلق بالجماعات الإرهابية. نحن عمل تطوعي جاء من أجل أن يكون الناس أخوة وتصالح فيما بينهم البين. كذلك نحن نوعي الطلاب بأهمية السلام العالمي. بما يعني هذا السلام العالمي؟ ماذا يعني السلام العالمي؟ السلام العالمي يعني التسامح والتصالح بين الناس، وعدم الأخذ في مسألة ما يسمى بالإرهاب أو ما يسمى بأي شيء. نحن سنساعد هؤلاء الناس القائمين على أن تكون منطقتنا منطقة آمنة خالية من أي شوائب. وشكرا.
لا في احنا نسميه العادي زمان زمان هو الآن عضو في المجتمع العليا أيوه لا بس عقل عقل قبيلة أزمان الواحد عمل لها مصفى العصر من هذه دكتور ولا عيطل ما تنجل ايش مجرد ايوه معزوحة هذه ما تنجل صح ايوه فنشوفها شوف هن بكرة وقل لي ها هيا باقي هو بس أنا تعال أنا وأنت في يوم واحد يتفقوا العالم كله انه ما يطلقوش نار لا ليش يضربوا كذا كيف يضربوا كذا من هنا طايره ايوه بس لو تكلمنا مع زعمائهم كلهم لو تكلمنا مع زعمائهم ممكن ما حد يعملها حاجه صح لا انتوا تشتوا سلام ايوه كلنا نشتي سلام رجع هنا ايش افكاركم بالنسبه للسلام؟ كيف نقنع هذول الناس؟ كيف نقنع هذول الناس المسؤولين عن انهم يوقفوا؟ كيف نقنع هذول الناس المسؤولين عن انهم يوقفوا الحرب في اليوم واحد من 365 يوم في السنة يوم واحد ما حد يضرب أحد ما حد يمسك أحد ما حد يلقط سلاح وأي واحد متحارب مع أي واحد ثاني يكون فيه هدنة وما يتقاتلوا أبدا في هذا اليوم بس كبداية إن السنة كلها بعدين تكون سلام إيش أفكاركم كيف ممكن نقنعهم كيف حذرهم نكلمهم إنه المفروض ما يحصلش في أي حرب في هذا اليوم صح؟ حلو فكرة حلوة وإيش كمان؟ Troubles in this world, we belong brothers and we keep fighting. But when a problem originates, I solve it with love and I keep smiling. Jah is love. I and I extend one another. Give thanks and love. We are your men and you are my brother. Jah is love. I and I extend one another. Give thanks and love. We are your men and my brother. سياحة مش معناته انه يعني كشيء يتعبدوه او شيء يعني يروحوا يزوروا ذلك يزوروا كسياحة كانوا الزيارة تتم في السنة مرتين اللي هو في 27 رقب من كل سنة و14 شعبان
هذا هو الكثيب، منطقة تاريخية جدا، كثيب من الكثبان الرملية، الرمل الناعم يصلح تزلق على الرمل. هنا في قرية الدقاقة بين اليمن رحلة الحب والسلام على بعد 3 أمتار. ولا عمر 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 With love and peace we say 3 meters away الحب والسلام 3 أبيان 12 اليوم العالم السلام with the sheikh the man of the village and the chief of the I didn't say only I didn't say with you I share my love with all the world. اليوم هو يوم السلام العالمي 21 من سبتمبر 2012، وهذا هو ميدان كرة القدم في قرية الدرقاق. اليوم قرية الدرقاق تشهد حدث كبير وهو كأس السلام، والمتأهلين لكأس السلام فريق الفلاح وفريق نابولي من قرية الدرقاق. نتمنى الفوز الأفضل بكأس السلام، ونتمنى يوم سلام عالمي على العالم أجمع. الساعة الآن 2:30 ظهرا، وهم الشباب يبدأوا بالوفود إلى الميدان والبدء في التحضيرات للمباراة النهائية. أحمد عسيري من على بعد 3 أمتار. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اليوم الجمعة 21 سبتمبر، اليوم العالمي للسلام. 21 سبتمبر يوم العالمي للسلام. تبدأت المباراة في هذه اللحظة بين فريق الفلاح وفريق نابولي. الآن في فاول. نشكر الأخوة الذين بذلوا كل الجهود والمسافة البعيدة من صنعاء إلى عدن ليقولون احنا في الدرقاق. تنطلق دوري السلام الذي يصادف اليومنا هذه الجمعة 21 سبتمبر، ليقولوا هنا نبعثها من منطقة الدرقاق دوري السلام بعد مشاركة كل الفرق، منهم الفلاح ونابولي والزمالك والأهلي والأمازون. الآن الكرة مع نابولي. نابولي العاقل العاقل تم العاقل. الكرة مع العاقل أزالت. يا سلام. في تسلل
ويصل لصالح الفلاح. وكلنا احنا ندرك بهذه المسألة. نشكر الأخوان. أنا قبل لحظة تكلمت عن الذي كله بذلوا كل الجهود لإنجاح هذه البطولة. ونحن من هذه المنطقة، من منطقة الدرجاج، من شيوخها وأبنائها وأطفالها، كلنا هنا شبابها، نشكر كل التقدير للأخوان الذين متواجدين معانا، الذين بذلوا كل الجهود لإنجاح هذه البطولة، ولهم ألف التحية من كل أعماقنا. الكرة فيك رامي التماس لصالح نابولي. جابر الكرة الآن أزاد مع نابولي أحمد محمد علي طويلة تنقطع، معتز بالنعم لصالح الفلاح. مر من الوقت 7 دقائق ولا زالت المباراة سلبية بدون أهداف. ناصر أحمد العاقل عكا، يا سلام عليك يا عكا، هذا لاعب خنفر عكا. جابر الكرة زادت مع جابر بالنعم كيف شوفت قرأة لبكرة؟ مثلا سلموا الكاس للنادي وبعدين جزاكم الله من خير قدمتوا دقيق واحنا محرقين فيكم الان. لا ما فيش حاجه، اهم شيء الولد تعلم كاش من النادي كبر اكبر سنين عند الكاس
هديت